دي طبعا احنا برضو عارفين ان حضرتك بتقلد، وكان عندك خلاف شهير مع السيد راضي، بتجيب انت نبرة الصوت بالظبط. لا لا مش انا معاه، هو طبعا الاستاذ لا سامحني. يعني احكي لنا الموقف بطريقته هو. انا كنت موظف في المسرح الكوميدي وبعمل مسرحيه لقطاع فنون الشعبيه، وقطاع هيئه المسرح يختلف عن ده قطاع وده قطاع يعني. وكان السيد رادي ساعتها رئيس القطاع هيئه المسرح وكده. ففوجئت جواب جالي ان انا اقطع الانتداب وارجع لمسرحي تاني عشان ما عايزين في جواب. فانا استغربت ده انا بعرض وكده يعني اقطعه ازاي يعني. فروحت للاستاذ سيد راضي يعني فبتكلم معاه، قلت له استاذ سيد يعني الوضع واحد اتنين تلاتة. وانا ما ينفعش كده اهوت يعني، الناس اللي بعت دولت مش مظبوطه ولا ايه؟ قال لي يا بابا انا اللي بعت، انا الناس اللي مش مظبوطه. واتنقلت من قطاع لقطاع في دقيقه، جابوا الدوسيه بتاعي ومضى عليه وبتاع. بس هو كانت نقله خير ليا، لان برضو لما انا اتنقلت للقطاع التاني بقيت هناك مدير فرقه تحت 18، وكان هناك فرصه ان انا اشتغل قطاع خاص بالليل، وانا بالعروض بعمل مسرح اطفال بيبقى الساعه 10 الصبحيه وكده اهوت يعني. فعندك مساحة انك عندي تشتغل في مساحه حاجتين اشتغل في حاجتين عشان وخلاص، وكان فكرة ال يعني انا بعتبر ان هو خدمني اساسا ان هو يعمل بدون ما كده. يقصد. اخيرا كواليس العرض المسرحي اللي قدمته كانت مشتركة فيه الأستاذة. سيد ايمان، طبعا انا فرصه سعيده، مسرحيه جميله جدا، وكان معانا مجموعه جميله جدا الاستاذ الكواليس ايمان. المبهجة. لا 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 مش ده احنا كم الضحك اللي بنضحكه في الكواليس مع بعضينا، وكم الحب اللي موجود ده. لا حقيقه يعني احنا احيانا بنروح من المسرح بنقعد بعد المسرح بساعه وساعتين كمان بعد ما نخلص عشان نقعد مع بعضينا ونهزر ونضحك وكده اهوت. وطبعا الاستاذه ايمان من الشخصيات الجميله جدا، وكانت عامله روح طيبه بينا وبين بعضينا بصراحه كده اهوت. وكنا ممكن نتعزم في اماكن نقعد مع بعضينا كلنا الضحك والتهريج وكده اهوت. استاذ احمد بدير طبعا من الشخصيات اللي هي كانت ضامه الناس دي كلها ايد واحده دايما بتعترف انه ليه يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه مواقف جميله مع حضرتك طبعا العمر طبعا او طبعا طبعا استاذ احمد بدير يعني صاحب فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. اول مره اطلع عمره ما كنتش عارف ان انا طالع عمره، كنا بنعمل عمل مع بعضينا، وبعدين لقيت المساعد بتاعه جاي بيقول لي استاذ احمد بدير بيقول لك عايز جواز السفر بتاعك. طب ليه؟ مش قال لي ما اعرفش، هو قال لي كده. قلت له خلاص عد عليا في البيت وبتاع بكره، وخد جواز السفر. ما فيش ثلاث اربع ايام لقيت الاستاذ احمد بدير بيتصل بيا بيقول لي طب احنا الوقت تعالى للمطار الساعه 10 الصبح. قلت له المطار ايه الساعه 10 الصبح؟ مش فاهم حاجه. فقال لي بس انا طب انا قلت بقى في دماغي ده شغل جديد، هنسافر بره ونشتغل وكده اهوت يعني. طب اجيب لبس ايه معايا؟ قال لي غياري معاك وبنطلون ومقمصين وخلاص يا ساو وبتاع مش عارف ايه. الساعه 10 الساعه 7 الصبحيه بجمع حاجتي وبتاع، فالمدام بتقول لي طلع. قلت لها مش عارف، انا لا معايا باسبور ولا معايا تذكره طيران ولا معايا اي حاجه. قلت لها استاذ احمد بدير بيقول لك تعالى للمطار الساعه 10 الصبحيه. ورحت هناك بقى، المفاجاه بقى بيديني شنطه كده في ايدي، بفتح الشنطه دي لقيتها ملابس الاحرام، وكانت أجمل عمرة عملتها في حياتي وأول عمرة أعملها. أخيرا أسئلة سريعة جدا، فنان مصر الأول من وجهة نظرك مين؟ أنا عاشق الأستاذ أحمد بدير وكل الناس حلوة. فنانة مصر الأولى؟ كلهم حلوين. لا يعني رقم واحد بالنسبة لك. ليلى علوي، لأن أنا تعاملت معاها على المستوى الشخصي في المسرح وعلى المستوى الفني، فكانت اقرب واحده لينا كلنا، وهي اللي كانت بتجمعنا انا وعلاء وصلاح عبد الله وبتاع، فكان في حب كده بيننا وبين بعضينا يعني. احنا سعداء جدا وان شاء الله تبقى حلقه موفقه يا رب. ومنور قناه الحياه. حبيبي تحياتنا لحضرتك وانت طيب.